أنا أشكرك على حضورك، عجيب أنت يا رب في إخلاقك يا رب. كل مرة تكون حاضر في وسطينا نكون مجتمعين فيها وتكون أنت حاضر، ونشكرك. ليك المجد يا رب، ليك المجد يا رب. يلا بتسجد ليك السماء والأرض وكل المخلوقات، ارجع القلوب خاشعة قدامك يا رب. تعال يا رب علينا وعلى نفوسنا المنحنية قدامك، تعال بدو. يا رب كل ثقل يا ربي على روحي أنا بطرحه تحت أقدامك، كل أمور يا رب وحروب إبليس بيوجهها لي بقوة نعمتك بنفضها يا رب تحت أقدامك. حرر نفسي يا رب واجعلها تكون طليقة فيك وحدك. تعال بقوة يا رب علينا، نفوسنا يا رب خاضعة قدامك منتظرة بركة خاصة منك اليوم. من أجلنا جسد قلب يا رب ما تحرمش إخواتي من حضورك يا رب. تعال بقوة. آمين يا رب. يا رب يسهر مسهرة يا رب. أنا شايفة إيد الله واخداكم وبتنقلكم من المكان اللي انتوا فيه، كأنه بتنقلكم من البيت اللي انتوا فيه البيت تاني. ونفس الأمر معايا، بتنقل من البيت اللي أنا فيه لبيت تاني. وشايفة ربع كأنه بيبني زي سور حوالين المكان اللي بيحطنا فيه. وبعديها شايفة انه الظلمة وفترة الألم لما يكون بركان بيتفجر. يا رب رحمني، يا رب تروح الجوة تحت ملة، تعال مقدار ضعف يا رب. فضلك يا رب كنت سامح يا رب بأي شيء، جعل نحتملها رب. الله بيحركنا كأن في لعبة شطرنج وبيحرك فيها ويرتب بداته بآخر خطوة في كل الأمور اللي الله عادها وعد نفوسنا وهيئها من أجل الأمر ده يا رب. يا رب كل ثقل على روحي بحطه قدامك. أنا عارفة يا رب وفهمت إن الأمر ده منك مش حروب، لكن أنت بتدي المعونة وأنت عارف قدر ضعفي. روحي يا رب تعبانة قدامك مش عارفة أحتملها، إن كانت يا رب روحي المحدودة مش عارفة كم الثقل ده على سندني، فكم تكون يا رب يحشيك يا رب. إن أردت يا رب تعبر عننا هذه الساعة، ولكن لتكن إرادتك يا رب. يا رب نفوسنا ضعيف يا رب، أنا ما زلت يا رب مش عارفة أحتمل إيه، بس أنا متكلة على نعمتك أنت ساعة
سواء لإخواتي أو ليا. رب تعال بقوة على نفوسنا، يا رب يسوع المسيح ارحمي. كل اللي أنا شايفاه قدام عيني، شايفة المحافظة عندكو سهيل وويم، شايفاه شيء صراحة. وسيد دم في الشوارع وسحل البنات شيء صعب ومتعب، شايفاه يا رب ارحم. يا رب من فضلك انت كشفت الامور دي من كام سنة، انا مش فاهمة يا رب انت مشيتك ايه وقصدك ايه انك توريها لنا تاني. احنا عارفين يا رب لو ليك قصد ومشيئة في اي شيء اعلنه، اللي انت عارف يا رب ان رؤية الامور دي بتتعب قد ايه. رب عارفني انت عايز مني اعمل ايه، انا بليم يا رب مش فاهمة شيء، مش فاهمة شيء قدامك زي اي بهيمة. انت وجهني وقولي اعمل ايه رب. كل الأمور اللي انت عادتها على روحي مش فاهمة برضو أعمل ايه فيها. ليه الإحساس ده رب؟ ليه الانخلاق والثقل ده رب؟ يا رب كل ده إحساسك انت وده جزء منه. كل ده يا ربي عبارة عن عفوة بس من إحساسك، جزء بسيط من إحساسك وتعبك اللي أنت متحمل بيه اللي يساوي قلوب نار. فعلا يا رب وجوهنا مخزية قدامك، هطلب منك وأقول لك إيه بس؟ هقول لك ارحم، وإحنا مش عايزين الرحم. هقول لك ايه يا رب واجه مأخذ، فكان بطلب يا رب بنشد مراحمك الإلهية. ده انت مراحمك ما بتتعدش ولا بتحصى، انا عارفة ان هما مفيش اي وسيلة تاني غير ان انت تسامح بيها. يا رب يا رب ارحم. انا شايفة الايام القريبة الجاية دي هتبقى محملة باوبئة وبامراض كتيرة خالص، ونفوس كتيرة خالص هتسيف. نفس الأحداث هيكون بعدها في الأحداث اللي هي بوديجا دي، ورب هيسمح ببداية من سيف الجوع، وكده هيكون اكتمل الوباء والسيف والجوع أخيرا. ولكن على قدر صراخنا وعلى قدر إن الناس تفوق وتستيقظ وتصرخ وتطلب، الله يتراح وهيلم. هو بيقول صلوا اطلبوا يقظة سريعة للنفوس، لأني لا أريد أن أثقل يد عليهم يقول الرب. صلوا اطلبوا أن يفتحوا قلوبهم
نعم الروح القدوس حتى يسأل فيهم ويطلب بأنات وتضرعات، لأن قلوبهم صارت قلوب حجرية. ولكن إذا انفتحت لعمل الروح القدوس يستطيع أن ينقش عليها كما نقش على لوحي الحجر القديم وصاياه، هكذا قلوبهم. ولكن حينما يعطوني المجال أن أعمل فيهم سوف أعمل، ما زلت واقف على باب قلوبهم وأقرأ. انفتحوا أدخل إليهم وأعمل. أبي يعمل حتى الآن، ولكنهم لم يريدوا. أنا أردت ولكنهم لم يريدوا، لذلك أنا أترك لهم بيتهم خرابا. يقول رب ارحمنا، رب ارحمنا، رب. أما أنتم يا أبنائي وكنيستي التي أنا في وسطها، صلوا اطلبوا من أجلهم، سوف أعطيكم روح تشفع عنهم كما أعطيت هذه الروح لموسى ابني. سوف أعطيكم لكي ما تصلوا وتطلبوا ألا يغلقوا قلوبهم لوقت بعيد، بل يقبلوا تأديبي بفهم ويفتحوا قلوبهم لكي ما أدخل قلوبهم وأصرخ وأطلب فيهم بروح القدوس. يا أبا الآب، يا رب بنصلي من أجله، نطلب أن أنت تفتح قلوبهم وقلوبنا قبليهم. تعال يا رب، قد هيأت كل شيء، كل شيء قد تم. أعطيت لهم كل الفرص التي أهدروها. تخطوها بأقدامهم ولم يلتفتوا إلى صوتي، ولم يعرفوا صوتي، لأنهم لم يريدوا أن يستمعوا إلى صوت أنفسهم وما يريدون وما يريحهم ويفتح أمامهم الباب الواسع. لذلك ها هو الوقت، قد هيأتكم وجمعتكم وكرستكم ودشنتكم لي كنيسة مختارة لكي ما أحل في وسطكم وأخبركم بما أنا صانع ولم أخفي عليكم الأمر. أنتم في يدي وفي قلبي، وأنا بروح القدوس داخل أرواحكم. فلا تخافوا ولا تضطربوا، أما خوفهم فلا تخافوا واضطرابهم لا تضطربوا، لأني أنا فيكم يقول الرب، حال في وسطكم، سئر معكم وأنجيكم. يا رب رحم، يا رب رحم. تهيأوا بالتمسك بي وبالنظر والتركيز علي، لأني أعبر بكم هذا الوقت من الظلمة إلى النور، ولا يكون شيء عسير علي. لا تهتموا إلا بالصلاة والدعاء مع الشكر والطلب والتضرع، وسوف أضع في قلوبكم ما تطلبون من أجله، من أجل أخوتكم، حتى لا يفنى ميراثي. سوف تكون سماعك مفتوحة في أوقات الضيق والاضطراب والاستشهاد، وسوف أقبل نفوس كثيرة وهي تنهز أرواحها الأخيرة حينما تطلب. صلوا واطلبوا من أجلهم أن يرجعوا إلي، أن تنفتح أمامهم أبواب الرجاء، وأن يصرخوا يطلبوني، وها أنا منصت إليهم لكي ما أفتدي من الهاوية أنفسهم. يقول الرب، لي حصاد كثير،
لكم جنود معي وفي جيشي حتى تسألوا من أجل سلام العالم وسلام أخواتكم وسلام أرواحهم من الهلاك ومن المهلك. يقول الرب صلوا واطلبوا من أجلهم حتى لا يفنى إيمانه. صلوا واطلبوا لكي ما تسقط كل هذه القشور عن عيونه. صلوا من أجل النفوس التي سوف تحسن لأن هذا هو وقت حصادها. صلوا من أجل النفوس التي هي متبررة كثيرا فعين أنفسها. صلوا لكي ما تتمم كل مشيئاتي ومقاصدي في هذا الأمر المؤلم لأني أجتاز المعصرة مرة أخرى من أجل كل هذه النفوس الآسمة التي أغلقت أبوابها من وجه كل رب. تكن مشيئتك يا رب حياتنا. إني يا رب أنتظر خلاصك بسكوت. اسمع كلمة قلبي يا رب لأنك شاعر إني مش قادر أتكلم. سامحنا عشان ضعف يا رب قدامك. لكل المجد. أمين.